اش تمام؟ دقيقة دقيقة. في هذا المخيم لم تأتي ولا منظمة تدفئة لهذا المخيم، فاضطرت الناس إلى جلب البلاستيك ومواد الدواليب وقطع الدواليب من الطرقات ومن النفايات لحرقها في الصوبيات لتدفئة أولادهم، فانعاد سلبا على هذه الأطفال. أكثر من 20 طفل في هذا هم في حالة اختناق تماما، فاضطرينا نجيب كل بيت أو بيتين جابوا جهاز رذاذ، الطفل يعيش على جهاز الرذاذ. النساء الحوامل، أكثر النساء الحوامل في هذا المخيم سقطا نتيجة رائحة البلاستيك والدواليب قطع الدواليب الذي في هذه الصوبات. يعني هي اشتري معاوية كيفك؟